ما هي شروط التوبة؟ أنا ذكرتها في بداية هذا، شروط التوبة أن يندم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، أن يعزم على ألا يعود، يعزم على ألا يعود، ولو حتى عزم ثم انكسرت نفسه وضعفت عاد فيعزم مرة ثانية. والإقلاع عن الذنب، أن يقلع عن الذنب، يبتعد عنه. بعض الناس الآن له أصدقاء سوء، يشرب معهم خمور ولا يعمل معهم فساد ولا دخان ولا غيره، ويجي يقول أنا والله أني أتوب أرجع. طيب ابعد عن البيئة. صحيح. هذه البيئة الفاسدة اللي تحملك على الرجوع للمعصية ابعد عنها. أنت عارف الرجل اللي قتل 99 وسأل أحد الصالحين عن توبته، قال غير بلدك، غير بيئتك. فتغيير البيئة أمر مهم في التوبة، وهو سبب من أسباب صلاح الإنسان واستمراره في توبته. أما إذا كان يتوب ويجلس مع البيئة الفاسدة الخربانة فهذه ستعيده إلى حالته الأولى غالبا يعني.